هذا الواقع نحن نعيش عليه، نسميه الواقع أو نسميه الراحة. وهناك ضفة أخرى نسميها المأمول، نريد أن نصل لها. هذه الراحة وهذه المأمول التي كنت أتكلم عنها، لو كنت أنا الآن واقف هنا في مكان اسمه مكان الراحة، وأملي حقيقة في هذه الحياة أن أصل للمأمول، هل أستطيع بسهولة؟ إذا مشيت أنا فين تذهب؟ إيه؟ لذلك هذه المسافة، هذه المسافة بين المأمول والواقع ماذا تسمى؟ تسمى فجوة الأداء. ما معنى فجوة الأداء؟ كل ما تعمله أنت من أجل أن تتطور في هذه الحياة وأن تنتقل من هنا إلى هنا، وبالتالي تسد فجوة الأداء. لذلك يجب أولاً قبل أن تنتقل من هنا إلى هناك أن تسأل نفسك أساساً، ما الذي تريده هناك؟ ماذا تريد هناك؟ ما عرفك بأن ذلك المكان الذي تريده هناك هو المكان الذي تريده؟ لذلك يجب أن ترى نفسك في الواقع بعد كم؟ 10 سنوات، 20 سنة، ترى نفسك صورة جميلة في الواقع موجودة معك. ولذلك يجب أن ترى نفسك صورة مشرقة، أنت موجود فيها في المأمول، صورة مشرقة، أنت موجود فيها، ماذا نسميها؟ ها؟ صور، الرؤية، نسميها رؤية. رؤيتي لنفسي بعد كم؟ بعد 10 سنوات.